بالفعل جلال، يعني المنتخب الوطني احتفل يوم أمس في أمسية استثنائية ربما بكسر عقدة ربما الدور الأول، لن نقول التأهل لأننا كسرناها في الجابون، ولكن الصعوبات التي كان يمر منها المنتخب الوطني. وبالفعل إيرفي رونار على الرغم من قلة الفترة التي سيرتاح فيها المنتخب أو يستعد فيها لمباراة البنين، حيث اللقاء المنتظر سيكون يوم الجمعة المقبل، إلا أن إيرفي رونار آثر أن يمنح العناصر الوطنية يوم راحة لا يخلو من العمل. ففي الصباح الباكر استيقظ رفاق بن عطية، افطار في نفس التوقيت، بعد ذلك كانت هناك الحرية المطلقة للاعبين. أكيد هناك من لديه أصدقاؤه أو عائلته جاءت هنا لمساندته في أرض الكنانة، وبالتالي له حرية اللقاء بها. هناك من لديه بعض الأصدقاء الذي يحب أن يراهم، هناك من استدعى حلاقه الخاص كالمهدي بن عطية الذي حضر له إبراهيم الصغير، اللي قمنا بإعداد تقرير خاص عنه لمقر إقامته من باش يسكسف عليه بين قوسين كما كنقولوا. إطلالة المهدي مهمة، وكذا عدد كبير من اللاعبين يهتمون بإطلالاتهم في من خلال كأس الأمم الأفريقية، ولكن هذا لا يمنع أنه بعد وجبة الغداء كانت هناك حصص الخاصة بالتدليك من طرف الطاقم الطبي للمنتخب الوطني، كل حسب احتياجاته، لأننا نعلم كما قال باتريس بومل أو إيرفي رونار يوم أمس بأن هناك يعني هذه الأيام المقبلة ستكون أيام من أجل استعادة الطراوة وأيضا لراحة اللاعبين إراحتهم وأيضا الوقوف على حالتهم وجاهزيتهم البدنية بشكل خاص من أجل استعداد أمثل لمباراة البنين. يعني هذه هي كل المستجدات المتعلقة بالمنتخب الوطني، لا يوجد جديد، ولكن الجديد سيكون ابتداء من يوم غد بإذن الله عبر حصة تدريبية ستكون هي الأولى قبل موقعة منتخب البنين. وبالتأكيد أكيد هناك من العناصر الوطنية من تابع لقاءات اليوم للتعرف على خصم الدور ثمن النهائي، وبالتالي أكيد منهم من شاهد مباراة الكاميرون والبنين ووقف على إمكانيات خصمنا في الجولة المقبلة، وبالتأكيد سنعود للحديث عنه جلال معك في هذه المداخلة.